نيشا، شو هاي التصرفات؟ انت عم تستغلي بنتنا من شان عمايلك الأنانية؟ لك شو عم يصير معك؟ فهميني، تذكري انه هاي بنتنا، بدك اياها تطلع مثلك، مزبوط؟ ما رح اسمح لك بهذا الشيء، لازم تخجلي من حالك، أنانيتك وصلتك لهون. بهالايام هاي صدقني ما انا شغلي غلط اذا الواحد تصرف مثلي، لك شبك الزمن تغير آدي، وطبعا شي طبيعي كتير انك تكون اناني اذا تطلب الامر.